تتمنى تعرف على طريقة وكيفية حل المشكلة الصفحة غير متوفرة على تطبيقكم تنتين. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا تطبيق تنتين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تنتين، سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديث قم بالضغط عليه وسيأتي بتحديث تطبيقكم تنتين. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة.